فاطمة، عبد الرحمن بكر، علا اليحيى وعمر السيد ناس الديوان. أهل الحال، أهل الحال، سل غيوم على العربة وتفاجأ.
جمعوا عليه كل النيام قلت لك عمر شكون تاني وجيب ليا قالت لك دوز عندها في الوحده صافي وبوش ترى بغيت ندوز عندها في الخمسه هي هذيك ما بغيتش دوز عند جمي درك جمي كاين دابا الله يعاونك موعدًا
لكم مواعيد عديدة مع نفس الفرقة في كامل بقاع الجمهورية. ماشي على خاطرك ماشي، لأن دابا أي والله دابا ما كاينش واحد ما كيفرقوش بين بنادم كيلحن وبنادم كيقلب كيبحث. ولكن باش تلقى أغنية مثلا، تلقى أغنية من عام الجو هذه ماذا؟ خلي الجديد، واش غدير مع لك الجديد؟ حنا وزيد تاع المطر جديد راه كيجيب لك الجديد، راه كدير الجديد هو اللي كياك ولا لا؟ كطيح تا كيجي، كيجي إلهام تيجي بوحدو هذا. كيفرضوا عليك أنك دير واحد الحاجة ما كتب ما تجيش، كتجي مرتجز. كتب حد خص حد على قصة، كيفاش كانت واحد الأغنية عندها قصة وعندها بحال هذيك واحد الوالدة عاودت لي واحدة مزيانة مهمة. واحد الراجل هو بنته صغيرة وهذا الشيء، وفي في عام الجوع داك عام باقي ما تزاد لنا ولا انت ولا تا واحد ولا تا كاع تدق على لي هذيك قول له حميده باقي تا هو غير ما تزاد الساعة. واحد الراجل هو بنته كيطلبوا بهذيك الاغنيه احبابي طباوع ومتابعه يا كله اخونا الله. شي كدير شي كدير كيف خازنا شي. والبنت كتعد كتعد الكلام والبو هو اللي كيهضر على هذيك انت قول له انت قول له اخونا في الله. كاينه هذه وكاينه ديك صغار الرياح الهيجة وصغى الرياح الهيجة كل عديم غادي باش تبع عجبتك شادية ماشي ما عجبتنيش الله يهديك. أولا نذكر من ناحية الكلام ناحية مثلا في نظري من بعد أنت غادي تعقب كما بغيتي أنت. مثلا قلتي في الكلام عيون الظالم نايمة، أنا في نظري عين الظالم نايمة طبعا غتكون عين الظالم نايمة لأنه مهني هو ظالم كيصعب راسو وقلب المظلوم حاضي ماشي عين المظلوم قلب المظلوم حاضي يعني هو اللي مألمه. غير أنا الحاجة اللي يسمو هو مزيان شري قلتي غير أنا نعسري ذاك الظالم هذاك الظالم أنا خصو ما ينعس دابا خصك كلشي دير فيه الضحك خصها كلشي دابا تبدا دير من دون ضحكوا ما بقاوش لا عام ما نضحكوا وندربوا من بعد واحد من جوج عام نضحكوا دابا ونديروا من بعد اللي كونا موسيقيا وعلال فبالفضل ديال علال بنادم بلا كيعرف ها فين كاين الرصد ولا ها فين كاين البياتي ولا ها فين كاين مثلا بياتي على الضو ولا بياتي على الري ولا بياتي على الصول ولا كيعرف فين يقدر عشان مقام موسيقي يقدر يغني فيه ويكون مرتاح. لا سي مصطفى حل بعدنا عرفنا المحطات على زند العود اليوم غنعرفوا مقام الرصد اول مقام ودليل المقام المي بربع والسي بربع في الصعود في الهبوط كيتبدل السي بربع والسي بيمول. دابا غادي نبداو جميعا نصوروا المقام على الآلة واحد جوج Thank you.
تهللت لي عرف واش باقي تفكر ولا لا ملي جيت انا وبوج مع مسكين الله يرحمه في العشيه كاين البنادر من عند الغياطه ومشينا عند علال باش نسجلوا الصينيه الغد اللي كنا خصنا نسجلوها شحال كنا دربنا هذاك النهار صبرنا شي نص ساعه تقريبا ساعه اللي تدخل معنا شحال هذيك راهي نشق قلب سامبوجينا قلت لي انا غير كرسي باش نقدر نجلس مزيان ونعس مزيان وهو يسحبني عند الدليل الاخراج ولا عاد كيفاش قصد بها هو قال لي خصكم تغنيوا على الحب كنت احنا ماشي ضد الاغنيه العاطفيه ولا ضد ما عرف الرومانسيه ولا غير هذه الاغنيه هذه كتهضر على الصينيه وراه فيها حتى هي المحبه والصينيه اللي مجموعين عليها الناس وكيتقال الكلام ديالك فين الهل فين هل الجود والرضا فين حياتي فين حومتي ولي لي هذا ماشي محبه هذه هذيك اللي جيتي تشوف هذيك الساعه كانت الاسم مازال ما كان مازال الاسم مازال ما عرفتش واش بغيتي يدير عسى الله يرحم بوج معاه خلاص هذا ما خيمة البارح هذه أغنية على صديقنا المرحوم بوجمعة صدق ما زلت حدايا وقلت الخي خي ضرب الحية وقلت الخي خي راس الحية خي مات البارح واليوم جات خباره خي مات مديوم ناسي أهله وكاره شاد والغيم ظلام عليك والحباب قاع قفات قيد فريد والعبد عليا ومن المحال ان المحال قلبي باش
وصلنا راجل سوى ضروري نديو معنا واحد ديانا من هنا واخا ما يكون مشكل ان شاء الله ما يكون مشكل ثم قاديت داك الشانج وداك شي صافي بارك الله فيك ونعاود نتصل بك اخويا ولا اتصل بي انت قول لي الا كان شي جديد ولا ياك وهذا اخويا الله ينيك رجاء الله ينيك اخويا بسلامه بسلامه بدا جوتي نعاود لك نعاود لك على حياتي كيفاش بديت زعما نهار الاول كاين قضيه عندك الناس اللي تزادوا 46 و45 و47 وحتى 48 يعني الشباب ديال هاد السنوات هادي 40ات و50ات الى بغينا كلهم كانوا مولوعين بالادب الشرقي يعني النغمه الشرقيه حمد عبد الوهاب فريد الاطراش اسمهان فيروز ليلى مراد يعني عبد الحليم احد المرحومه كلثوم يعني المهم مولوعين واحد بواحد الشكل لا يتصور بالنغمه الشرقيه وتناكت من ضمن هذوك الناس تاهما لدرجه انني دخلت الاذاعه ديال الدار البيضاء باش نولي مطرب كنغني بالنغمه الشرقيه وهذا شكون يعتقني من هذا حقا ماشي مصيبه ولكن واحد الغلطه اللي اسمه هو المرحوم بوجمعه قالوا لي شوف انت باغي تغني في هذه الاذاعه كاين اللي قبل منك هنا كيردوا لازم 20 عام ولا ما عرف شحال هما كيغنيو هنا وما قدا والو عاد تجي انت اللي اسمه تبغى تغني قال من الاحسن تمشي تعمل المسرح يلاه معايا لعند الطيب صديقي عنده فرقه كدير الادب الشعبي كدير المسرح مسرح القريه ومسرح البساط اللي هو مزيج من الغناء الشعبي ديال بلادنا وثاني انت واحد الانسان مغربي خاصك تقلب على مسائل المغربيه ديالك اللي توجد فيها ذاتك وتغني ادبك الشعبي بعدا هو الاول عاد تقلب على ادب ولا انغام اخرى ديال دول اخرى وقال في قصيدة الخلخال يا من هو في الهجرة فريد تايه باكي شاكي هميم مجروح بحالي وقت ما شاف الزين ورقته تصفر وتدبال حضر بالك ليا وكون عايش في قصر عايش ليك تقال مع بوجمع مسكين عقدي فاش دخلت انا المغرب الاولى فاش دخلت المسرح لقيتي لي انت وبوجمع جايب انا هذاك قلت عقلت عقلت عرفتي يا باشا 67 الله يرحم بوجمع كان جاوب لي صبر على في بوجمع كنتي صغار ولا ديال المسرح باقي صغير صغار صغار من الله يرحم شتي معك واحد المدير عقلت عليك وجهي وخزن قلت بحال صالح المكي كانت الوالده كمدات لي كمدات لي البندير واحد الشروطه وهذاك الشيء غادي وهذاك البندير ما عرفتي حتى وليد بحال داك الجلد اللي قلتي ماشي كاع ديال المعز هي ديال الغنمي لا ديال الغنمي هذاك ديال الحولي ديال الحولي عندك الحق دغيا كيبرد ويلي ماشي دري ماشي عاد دغيا كيبرد ونسيت انا بالله المصحه كانت في هذيك الساعه تقرب واحد 30 بندي وما عرفش شحال. بنادر كان لاباس لاباس هذا الشيء خادم اويلي محمود شاف في ناس الغيوان ما في الحقيقه في نظري انا ما هماش مغنيين بالمفهوم الكلاسيكي وبالمفهوم العام بل ممثلين كيغنيو يعني شبه ما يسمى قديما عند الفرنسيين لي تروبادور او حتى عندنا حنا كنشوفوا بانه كاين في بعض المناطق مثلا في الاطلس كنشوفوا بعض الشعراء اربعه ديال الشعراء او ثلاثه ديال الشعراء كيتمشاو من سوق لسوق ومن دار لدار ومن حي لحي ومن
كيغنيو مسائل كتهم الناس، لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا يعني مسائل خاصة بالناس. ومن هنا كان نجاح ماشي غير الناس الغيوان، الناس الغيوان كانوا في المقدمة ولا زالوا، لأن الشعب المغربي يعني شاف نفسه وبالو بأنه هذاك العمل بالنسبة لي هو مرآة بالنسبة للمشاكل اللي يمكن يعيشها وبالنسبة للمشاكل اللي كيعرفها يوميا. سيدنا بلال الله يخير الحرب اللي يسقينا منه، الله يجعل بركته تكون معنا، تكون مع الجميع، يتحل الزر والمزر، يجعل غرض يقضي عشره، يتحل الله يقضي الغرض، الله يجمع الشمال، الله يطوي الخوا، يتحل معلم ديالنا، الله يدير له البركه، الله يحفظه، الله يجمع الشمال، ان شاء الله وجوه، حاضرين ومطهور، راغبين ومرهبون، واقفين في باب الله سيادنا، ان شاء الله، زائرين الى زارو قدامهم ساروا لله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم.
واش الحق قفة وعطى بالدبار حلف حلفة ما ظهر له آثار. واش الحق قفة من زمان قفلوا عسري ساروتو ما في الحياة. مبداها الخير والشر الحرار والسبايا. العيب فينا بالأطنان لا لغة موحدة ولا مايا. يا حيرتي في بنادم واحد وكثرت الديان. ياك داك إنسان وداك إنسان. ياك هداك لداك مرايا. ياك هداك لداك مرايا. ربي موري المغيرة يا ناس. ربي موري المغيرة يا ناس. غير بلاش زيادة الهضرة ودا العالم من قديم خاصة نغزة والمنازل تتبدل ودا العالم من قديم خاصة نغزة والمنازل تتبدل.
الموجود لا إله إلا عيش أحمد سيدي العربي لعيش أحمد أشتتا لعيش أحمد لحظتنا يابا لعيش أحمد ولا يا عمر يرحم باك اللي يجيرون امين صافي صافي غينا الا هذه المراه هذه المراه هذه عيشه احمد عندها 115 عام وتصور جايه على رجليها من سيدي زاو شوفوا هذا العجب هذا غادي بغيت نقول لكم انا واحد القضيه شحال هذه وانا كنبغي نقولها لكم بالحق عارفكم ما تثقوش بيا هادي غاقول لا حتى واحد لا لا حتى واحد ما يثق بيا بالحق لا بدا ولا بدا خصني نقولها لكم لانه لا تتوقع لي انا هاد السيده وليت تنشوفها في كل شيء وليت تنحلم بها شفتها في واحد العوينه وعاوتاني كديت شي مره من جهه البلاكه ديال الطوبيس وبانت ليا واقفه وشوف واش خلينا وما عرفتش شي عندك خليه لا حول ولا قوه الا بالله راه في صالحو راه في صالحو هادشي في صالحي متفق معاك ولكن هادشي غير الواقع انا كنعاود لك كنقول لك اللي وقع ليا كنقول لك اللي وليت تنشوفه وليت تنشوف في الحلم في دايز من قدام العوينه وبغيت ننزل نشرب منها بانت لي السيده واقفه شافت فيا وبدات كتضحك عرفت اش غدير نوض تخدعك والله الا مرض تخلونا نتوما كلشي عندكم ضحك كلشي كترجعوا ضحك ما بقى معاكم كلام اصاحبي والله ما بقات معاكم شي بازلي والله العظيم بازلي وتصور هذا الراجل وحق الله العافيه يعني ما تسويني حلو واحد المره الدار ديالو دخل بيه وشد واحد الكتاب كبير وبدا كيقرا من كل بلاصه تقول له ما عرف كيقرا 1000 مره 1000 مره 1000 مره من هادي 150 مره من هادي وكاين شي ايه ما عرفش كلمات اخرين وتصور هذا الراجل هذا وجاب ديك العطريه ودارها في المجمر وتخلط داك الشيء وما تخلط فيه ولا بحال شي اللي شعل داك الشيء الطفايا دار قنبله بلا ما بدأت باسم إله روحي به اهتدت إلى أكشف أسرار بباطنه انضوت وصليت في التالي على خير خلقه محمد من زاح الضلالة والغلت سألتك بالاسم المعظم قدره بأجأه الجلجل وجلجلت فكن يا إلهي كشف الضر والبلاء بها جلا هما بها الهلت عقلي ضار مع هذه البنت أمي كنشوفها في كل فيما مشيت تتبان لي حتى دابا ملي كنت كنقرا في هذه العزيمة بنت ليا في الكتاب تلفاتني علاش كندير عرفت كاع انا ما عرفتهاش منين جات جاتي ديرون بنادم ولكني كان واحد العلاقه اللي ما نقدرش نتفرق مع الغناء نهائيا ديال الموسيقى اي حاجه اي مسرحيه اي شي حاجه ولكني الغناء ما نتفرقش معاه انا الغناء في الدم هذه هي الاولى واحد الحاجه اللي كتكون فيك
كاينه ما يمكنش يحيدها منك شي واحد. وكنظن ان هذا سؤال شويه سؤال جيت لي اش غادي دير الى جيتو بنعتك الغنى؟ نخرج فيك انت الاول بعدا، انت هو الاول بعدا غادي شوف. لكن كاين بزاف ديال الحوايج اللي قد يدير الانسان ديرو، مثلا على ان بنادم هاد اليد يد ولا رجل ولا والله السلام ولا واحد شدو الشيله ولا شي حاجه، كاين بزاف الحوايج اللي قد يدير اللي كان ممثل غادي يقدر يعاود يدير مسرح، يقدر يكتب الانسان، يقدر الانسان يعمل الشعر، يقدر الانسان يكتب القصه، يقدر عطى الله ما يدير واحد. كتبقى كيف قلت لك كيف قلت قبيله ملي كانت مكازا سلا، على ان ما يمكنش انا نبقى عندي 50 عام وانا كنضرب الطبيلات، 50 عام وانا كنضرب الطبيلات ولا عمر 60 عام هو شاد البندير ولا شي حاجه، وشويه يعني يقدر بنادم يمشي يعمل عطى الله ما يدير. ميدان ديال الفن واسع ماشي سؤال هذا والله العظيم الا سؤال لنا واحد المره كانوا سقساوني قال لك الا ما لو كان ماشي هاد الغناء كون ماشي ناس الغناء شغل ديالو. الحقيقه كاين بعض الفنانين اللي كيجيو كيقول لك اودي انا غادي نكون طبيب ولا كنت غادي نكون كان ندير التيكيت البوزرو ولا غادي نلصق التحميره لسيدي بولقناد ولا شيل الناس ديال بولقناد. لا المهم في هادشي كله بالمعقول هو انا كنظن باللي ممثل كنظن عندي زعما هوايه التمثيل اكثر منها ميل للغناء. ما همني غير الرجال الى ضاعوا الحيوط الى رابوا كلها يبني دار. ما هولوني غير الصبيان مرضوا وجاعوا والغرس اذا سقط نوضوا انغرسوا اشجار. والحوض الى جف والسود نعناعوا الصغير في رجالنا يجنيه فاكيه وتمار. ما همني غير الرجال الى ضاعوا الحيوط الى رابوا كلها يبني دار. عشاء بزاف الناس غالطين فيها، عشاء قنديشة كلشي الناس كيسعبوها على انها جنية وداكشي والعكس هو اللي كاين. عشاء قنديشة واحد المرة اللي عملت حرب العصابات، اول مرة عملت في العالم حرب العصابات، كانت بنت جميلة جمال ديالها خلاب، يعني الراجل كيف ما كان النوع ديالو قدامها ما يقدرش يتحكم في العواطف ديالو. كانت كتسكن حدا الجرف الصفار جيت جديده في الدخله ديال البرتغال. ملي دخلوا كان الدوار ديالها هو الاول اللي بداو به، قتلوا كلشي. هي كانت خارجه من الدوار ملي جات ولقات هذاك الشيء ميت، وقعت لها صدمه. عبيد الصنك المعبود يا قلوب الحجر
قلوب طايشه مليانه بالغدر سلسله القبور ها الحق ها المنكر الخز الصخر من هم البحر شكا والرياح العاصفه هجرت البرق والرعد ما بين صخره جامده وعوا في زنده لصهد الريح حمده هذا مهمز ونغز هذا ما يرد عليه لا دواء يداوي حسبت عشرة وعشرة عرفت شحال تساوي قرن عشرين هذا عايشين عيش دبانة بالبطانة راه الفرق عظيم بين التفاح والرمانة واش من الفرق بين انت وانت وانت وانا افتقدت لقات مع واحد جندي كان جامع البطقيس اسمه ماكدونالد دابا كيقول لي سيدي مجدون هو اللي دخل عليها ثلاثه من بعد جاتها فكره ديال الانتقام بدات في مكان شي عسكري برتغالي وحده تتمشي وتظهر له بديك الطريقه اللي كيقول لها انا كتبان تتغبى ولا شيء حتى كتدير ليه تكون لي خلل في عقله او شي حاجه ومن بعد تقتلو وهكدا عن البرتغاليين تعرفات ولاو تيقلبوا عليها وتيبحثوا عليها هذاك الوقت كان واحد الوالي اخر كيقول لي دابا سيدي احمد بن المسناوي هذا سيدي احمد بن المسناوي كان تاجر عنده قافله كيدور بها سمعت بيجال جديده خرجت لعندو يعني غسلت له شي حد اللي اتصل به من بعد تفقوا وديها في تلديس في الطريق كان كيخرجها بالليل الناس كيخرجها ديما بالليل في الطريق تلاقات شافوا هذوك الناس اللي كانوا معاه كيف قلت لك هي يعني جمال ديالها خلاب اللي شافها من الرجاله لا بنت ولا بنت يعني كتعجبو وقعت عليها شي مضاربه وقعت على هذيك المضاربه وقتلوه قريب جيت صديق حال من بعد هي هربات صديق حال هذه الساعه كان باقي حي كان تا هو كيعبد في الجبال اللي جيت واخذ مع صديق حال حتى هو نيت ماشي لكن هو كان كيمين كان فقيه كان متصوف في هذاك الشمال الماتوشي انا مشات وواجهتهم الحقيقه وبزاف ديال الاولياء بزاف اللي خدموا مع عائشه قنديشه وحتى كونت واحد قرن واحد العسكر اللي خرج واللي تحارب مع البرتغال وهذيك الساعه خرجوا وتحاربوا معها بالمناجم وبالمدغات وبالشواق حتى ماتت القبر ديالها حتى واحد ما عرف هذه تقريبا هي قصه عائشه قنديشه والله سيدي مرحبا والله سيدي مرحبا طيور
وندوبة مرحبا طريق الخاوة مرحبا بحر ياقوتة مرحبا بارم يا جم مرحبا يا مرحبا والله سيدي مرحبا مرحبا يا مرحبا والله سيدي مرحبا لوعد كبير بلاتي نكمل على كلامي راه البرهان هو البرهان هو هذه القضيه اللي غنقول لو ما كانش عندي فيك الثقه وما كون مشيت ياك ومشيت عند هذاك الراجل ونوضت حيحه وتبعت هذو خياتنا وقلت له ها شوف ورينا سيدي الكونطرا دابا باش دير هذا الراجل ودير هذه ونوضت حيحه ولكن انا عندي فيك الثقه عارف على انك ما ديرهاش ولا نديرو محامي وحنا ندعيو هذا الراجل حنا كاع ماشي حنا اللي غادي ندعيو غادي نديرو عمر مشكل قصير مشكل قصير ماشي عام مشكلنا حنا بوحدنا فيه فاطمه بنت الحسين فيه قشب الوزوان فيه حدا عكي فيه فلان وفتلان فيه دوك الكبار تاع الاغنيه لا في نيويورك ولا في روسيا ولا في الصين ولا في الهند كل شيء هذا مشكل عام ديال الكونتر اللي ما كيعرفوش بزاف الناس الكونتر هذا حتى تعيا لان خاصك تكون محامي او خاصك تكون واحد تيفهم الكونتر هذا لان الكونتر هذا فيها فخاخ فيها فخ وانت مسكين يلاه فنان واش انا خصني باش نفهم الكونتر هذا نمشي انا ندير كليه الحقوق كون قد كليه الحقوق كاع ما نكون انا في هذا سي فري ايوا هادو مشاكل يعني كاينه لكن اللي كيبقى بيناتنا حنا غالطين بزاف علاش انا كنديروا مسائل زعما حنا مسالمين كنبحثوا في الاغنيه الشعبيه الاغنيه السلام لابي هذا الحق خص يكون عندنا محامي اللي دافعنا على حقوقنا غادي يوجهنا هذا ماشي مسالم استسلام كاين فرق بين استسلام واحد مستسلم وواحد كيدير السلام
ملي كيجي واحد عباد الله كيجي بحال جاكين طا كيبدا يكذب عليك. انا غندير واحد الفيلم اللي الخيل كيدوز من فوق يوصل الخيل كيجيو هكا كتكون تيبر كتشوف شوف الطائف داك سمو عليه في ليزار وكيدوزوا الخيل من فوق منك وبنادم داير فيه هكا ورغم هذاك الشيء كتمشي نيت وكدير معاه جوله. علاش؟ لان واحد كيقول ليه واحد كيقول لا واحد كيقول لا واحد كيقول لا ايه لا نمشيو مع هذا الراجل لا ما نديروش مع هذا الراجل. ملي كتجي انت وكتبغي تقول لا اجي سيدي ندير واحد القضيه علاش ما ديرش واحد ثلاثه الحفلات بثمن ودير حفله وحده غير حفله وحده تعطيها لولاد الشلال فابور نديروا هذه القضيه فابور تعطيها بلا فلوس بلا حتى شي حاجه تعطيها هكا تطبق عليها المهم اللي نديروا شي جوله ان شاء الله ما كيتم دير سيدي ستاديال الحفلات دير فيهم الثمن وديرهم داك سمو عليه ودخل عباد الله بالماده وهداك الشيء وعلى الاخر تعطي واحد الحفلات لا كيتم هاو نعطيها لهداك لا فران ولا جوله بغيت انا بهذا العالم راحه ولا نظام غير الفوضى وزيد القدام واعي انا القناوي يا والقناوي القناوي سيد الرجال ولعبوا بلا ولعبوا بلا وعطاني وحده وادرك حيدوا علينا من هنا اعطونا ابتساء حي انت تتبلط في عينك حيد علينا من هنا علاش على حاجه وحده دائما يوميا مع العشرة ديال الليل كيجيب واحد القعده كبيره ديال الكروش خانزه قعده خانزه بالنار وتقول هادو راه ملي كاين وحدك القعده ديال الكروش تقول شي 35 تعلب داز التمر تقول هادو تعلب ديال السيرفيس وغادي نجي نتو كل شيء والمصيبه هادي وصافي المهم انا حاصل داك الخنز ولفته يعني وليت انا كنخوي مع هذيك القعده ديال اللي خدام معاه تما جا المرض ديال العين باش انا ندير المرض هذيك الصندوق عفرنا صغيره 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 فين هي واش هذيك الصغيره راه هذيك دابا راه هذيك شحال الثمن ديال هذه الصغيره هذا عمر هذيك اللي كتب واحد 6000 لانه هذاك الجدر هذاك ماشي ديال العرهار راه انت كتبيع النقره لا لا ماشي نقره هذاك راه الجدر ديالك واش من الحق سير بزوق عبد الله هذا راه والله شوف انت خطو عليك صافي سير جيب واحد البراد ديال هذا سير
عنده شي هذا؟ واش هذا هو اللي تيقول لي الواحد الله؟ الواحد الله كاين الله والنبي. سبحان الله العظيم، ايوا هذا حنا في الصويره تحنا عندنا شي حاجه. واش الميزان اللي شدي الميزان ديالك شدي هو هذاك اللي دور مع الراجل عاد ذاك ما دور بعدا مع الراجل ياك اسي الله يطول عمرك دور مع الراجل دور مع الراجل هذاك الشيء ديال العيساوي عندكم حتى هو كاين هو شي حتى هو كاين موجود في بلاصه هذه ديال الراجل بعدا شي بركه ودي عاد زيد لي اخويا المحبوب الله عليك واحد اخر واخا لان تنصوب واحد شي حاجه شي طريفه كنديروا في هادشي ديال الحماش واخا حنا غادي مع شوفوا واخا زوجي لها شويه هذا الواحد وصلحت راسي مع كتب موسيقيه وكيعجبني هادشي ما نقدرش نتخلى عليه الا كاع تخربقات كما تيقولوا ما بقى والو يعني يقدر الانسان يدير شي حاجه شي مهنه اخرى الا بقى عجيب هذيك تخربقات غادي تتروي وعندو الصح اش غادي يمكن لي واحد غادي يقضي يديرو لان هذه هي اللي كاين عندنا ما غاديش نقولوا محدود راه محدود زعما راه مابقى ما يدير ولكن هذه الحاجه اللي كيلقى فيها راحته الا كان داك اللي كيجمع الطوارو ديال الزبل كيلقى راحته ويجمع الطوارو الزبل راه ما يمكنش ديرو مدير تاع السيمكاوي ويولي مدير ما يمكنش هكاك في يلقى راحته ما غاديش تقدر تبدل والمستقبل ما نظنش شي واحد يقدر يعرف شنو المستقبل ديالو بالاخص الفني على انا كيف الطلوع كيف الهبوط الهبوط صعب الهبوط صعب يمكن تكون عندك الثقه في هذاك الشيء اللي كدير بينما هذاك الشيء اللي كدير راه ماشي هو هذاك من ناحيه اخرى المهم الله يكون في عون الجميع لا لا بحال دابا انت نيت دابا انت نيت انت كدير مخرج ديال السينما الا حيدناك دابا وديرناك حيدنا لك الاخراج ديالك ما ديرش اش غادي دير اش غادي تمشي كيما دير غادي دير غادي تلقى ما تخدم تلقى الواحد كاع يمشي
كاع كيف كان واحد الوقت من كاع الاقلام الاخوان كلهم كان كان في الاول كان خدام شي شعفه. انا خدام في الحوت خدمت في القصب وما خدمت في الليمون ولكن ماشي هي هذيك ماشي هذيك اللي كيقلب على الانسان واش يبغي. غادي ناخذ نيت انا السي احمد المعنوني وغادي ندير واحد الله صايخ نفاق نقول لا سيدي انت ما غاديش تبقى دير اخراج السينما غتمشي للوزين ديال الكوره تخدم الكوره ونبزز عليه ونحط عليه ما عرف جنوي ولا فردي ولا شعر نقول له والو غادي تخدم هذه ولا شي حاجه غادي يقدر يديرها لانه خوف. I'm gonna make you mine.